احمد وعمر دخلوا السيما. ايوه احمد قال لعمر تراهني اضرب الراجل اللي قاعد قدامي على قفاه. قال له اه رهنك. احمد قام ضرب الراجل اللي قاعد قدامه على قفاه وقال له ازيك يا حامد. الراجل قال له انا مش حامد. احمد قال للراجل سوري. بعد ما قال له سوري احمد حس بالرهان من عمر وقال له تراهني ليه تاني مره اضرب الراجل هو على قفاه. قال له اه رهنك. احمد قام ضرب الراجل على قفاه. الراجل سوري. احمد حس عمر وقال له تراهني لثالث مره اضرب الراجل هو على قفاه. قال له اه رهنك. احمد قام ضرب الراجل على قفاه. احمد كسب الرهان من عمر وقال له تراهني اروح وراه واضربه على قفاه. قال له اه رهنك. احمد قام ورا الراجل ضربه على قفاه وقال له بقى انت قاعد هنا يا حامد وسيبني اضرب في الراجل اللي قاعد.